تسامر في سعادة وسرور. وكانت خلود الصغيرة قد بلغت عاماً من عمرها، وكان أبواها سعيدين لأن ابنتهما الوحيدة بدأت المشي ونطق بعض الحروف. ووسط ذلك الفرح وتلك السعادة، كان القدر ينتظر طفلتهم الصغيرة. لقد أحضرت لك مفاجأة يا صغيرة، هدية قارباً من الخشب. انتبهي، لقد استغرق صنعه 3 أشهر. ما رأيك؟ رائع. سأربيها تربية حسنة إن شاء الله تعالى. سعاد، من فضلك أحضر الطعام حالا. ما شاء الله، انظروا خلود تمشي. الحمد لله، خلود حبيبتي. خلود مشت في نهاية عامها الأول طفلة للحبيبة، إنها رائعة. ما شاء الله، ما شاء الله يا خلود. هيا تقدمي قليلا، تقدمي تقدمي يا خلود. هيا حبيبتي، هيا من أجل أبيك خطوة أخرى يا خلود. هيا. هل سمعت ذلك يا رنا؟ لقد قالت بابا. نعم سمعت، لقد قالت بابا. خلود فتاة رائعة، لقد مشت ونادتني بأبي لأول مرة. حمدا لله، الحمد لك يا رب، أحسنت يا ابنتي. خلود، أتمنى أن أسمعها مرة تقول ماما. ما شاء الله يا خلود، سأتصدق على الفقراء، حمدا لله. حبيبتي. سبحان الله، لقد كبرت خلود، وأتمنى أن نربيها تربية يرضى عنها رب العالمين. آمين. هذه أم هذه؟ هذه تناسبها تماما. كانت خلود أسعد طفلة تعيش في الطبيعة الخلابة مع أبوين يحبانها ويبذلان جهدهما من أجل سعادتها. خلود حبيبتي، من آداب الطعام أن تأكلي مما يليك. هوبا هوبا، أحسنتي. حبيبتي. خلود حبيبتي، لا تلعبي بالماء، أخاف عليك من البرد. كانت أياما سعيدة للجميع. مر ربيع الزهور وسقطت أوراق الشجر، ومر الخريف وحل فصل الشتاء، وزارها الطبيب حيث تعرضت خلود للحمى. يا رب، حرارتها مرتفعة جدا، أنا خائفة، ماذا سنفعل؟ يا إلهي. طمئن دكتور. أنا آسف جدا يا أم خلود، ستتعرض للخطر إذا استمرت الحرارة. يا رب،
دمعة حزينة خلود يا صغيرة، يا دمعة حزينة، يا شمعة تذوب، يا ضحكة سجينة. ها 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 خلود، خلود، كرم، كرم، لقد ذهبت عنها الحرارة. الحمد لله رب العالمين، حمدا لك يا رب. يا وردة ترامت على خلود، شفاها الله، الحمد لله. خلود تعافت. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لها نصيب في الحياة. الحمد لله. إنها تنام بهدوء. هيا نلعب يا خلود، هيا هيا. لا تزعجيها يا سمر. لا تصرخي، إنها نائمة. لقد نهضت من نومها. أنا آسفة، إنها تحب خلود. اهدئي، ستلعب معك إن شاء الله. هذا صحيح. خلود، ما بها؟ انظر كرم. خلود، خلود، أجيبي كرم، انظر، إن عينيها زائغة. خلود، هل يمكنك أن تري أصابع يدي؟ خلود، أجيبي، خلود يا ابنتي، ما ابكي، خلود. ومنذ هذه اللحظة تغير عالمها، لقد أصبح كل شيء ظلاما حولها، واختفت السماء الزرقاء والزهور الجميلة وتغريد الطيور. كانت خلود مذهولة جدا، وبالتالي أصبحت مهمومة وحزينة. إنها لم تفهم ما الذي يحدث حولها ولماذا، لكنه قدر الله تعالى، حيث ذهب بسمعها وبصرها. أبكي العينين، أم الأذنين؟ لو كانت تستطيع الكلام، حبيبتي ابنتي، كل ذلك يحدث مرة واحدة. رحمتك يا رب ارحمها. يا إلهي ساعدها يا رب. يا إلهي، أدعوك أن تعيد لها نظرها ونطقها وسمعها. أنا آسفة يا خلود، أنت خائفة ولا تعلمين لماذا، ولكن ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك يا حبيبتي؟ لا تقنطي من رحمة الله عز وجل أبداً، إن رحمة الله واسعة، فتفائلي بالخير دائما. متى ترين البيت؟ متى تقول أمي؟ يا ابنتي، لو تدركين كم أحس بالخيبة. لولا أملي الكبير بالله لعشت حياتي أتحسر عليك، لكني سأبذل قصارى جهدي كي أجعلك تعيشين حياة سعيدة خالية من أي نقص.
تفضلي، قطفت هذه الزهور لك يا خلود. شكرا لك يا سمر. سوف أقطف لك المزيد منها. انظر إليها، إنها تحاول أن تمشي وحدها يا كرم. إنها البداية، بدأت تتعرف على أشكال وطبيعة الأشياء بالشم واللمس. هذا كرسي، وهذه رجل الكرسي. ثمر لا فائدة يا ابنتي. وهذه خزانة الصحون. إنك تدغدغينني. كان أبوها يواصل كتابة الرسائل لعله يجد طبيبا يعالجها. يا رب، أمرتنا أن نتكل عليك. أبحث الآن عن طبيب ليعالج قرة عيني خلود. كرم، مهلا. رنا، ماذا تفعلين؟ أخبريني. لا أستطيع أن أفعل ذلك. هذا هو العالم الذي تعيش فيه خلود حبيبتي. بابا. هل سمعت ذلك؟ لقد قالت بابا. وتستطيع أيضا أن تقول ماما. خلود حبيبتي. كانت خلود فضولية وتريد لمس كل شيء. أرجعي كتابي. خلود، أعيديه إلي. كانت أمها تحاول تعليمها أي شيء بصبر، وقد تعلمت قول نعم ولا بالإشارة بسرعة غير متوقعة. وبالتدريج بدأت تعبر عما تريد بالإشارة. كانت أمها بمثابة نور عينيها. إنها جاهزة الآن، هيا. خذي. هيا. كلي. وعندما بلغت 5 من عمرها، كانت تستطيع التعبير عن كل شيء تقريباً. هل وجدتها؟ سأساعدك. فهمت، تظنين بأنها ستسقط مني؟ يجب أن تكوني حذرة أنت أيضا. ها؟
خلود انتبهي. هيا خلود يا عمي سأختبئ. هل سنتركها هكذا يا كرم؟ كان يجب أن تذهب إلى المدرسة، فهي في الخامسة من عمرها. هيا أين أنا؟ كان يجب أن تكون مع أطفال آخرين من عمرها تتعلم أشياء كثيرة، فهي بطبعها فتاة ذكية جدا. إنها تلعب مثل طائر صغير وضمن عالم اعتادت عليه. أراها سعيدة يا رنا. أؤكد أنها ليست سعيدة. من يستطيع أن يقول بأن الطائر غير سعيد؟ بعض الطيور لا ترى. إن الله تعالى إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد على الأرض أو السماء أن يحول دونه، لكنني أرى الأمل قريب، فخلود تحاول اكتشاف الأشياء ومعرفتها بكل سهولة. أملي بالله تعالى كبير جدا. كم مرة قلت لك استعمل الملعقة ولا تأكلي بأصابعك؟ أرجوك لا تقسي عليها. ولكن خلود أرجوك افتح الباب لي، افتح الباب. كلما مرت الأيام كانت تجد صعوبة في فهم الآخرين لأنهم لا يفهمون بالإشارة. أرجوك افتح الباب يا خلود، افتحي يا ابنتي خلود. أرجوك افتحي. خيرا إن شاء الله. خلود أغلقت على نفسها الباب. حسنا كما تشائين، تفضلي تناولي طعامك. ماذا جرى؟ ما بك يا صغيرتي؟ بسم الله. خلود افتح الباب. خلود خلود. ماذا جرى للصغيرة؟ كان قلبها يسبح في وادي الوحدة الثلاثية: البصر، السمع، النطق. لا أحد كان يستطيع فهمها، وكان ذلك يحز في قلبها، وكأن يدا خفية كانت تحاول الإمساك بها. كانت تظن أن بإمكانها الهروب من هذه الوحدة، ولكنها لم تعرف في أي اتجاه تسير. لقد جاهدت كثيرا حتى إنها لم تعرف كيف تتحكم في قلبها. كان ملجأها الوحيد حضن أمها، حيث كانت تحس بالأمان. لا تحزني يا صغيرتي، قريبا ستنجب أمك أختا لك. هل فهمت كلامي يا خلود؟ ستكون لك أخت تسليك.
خلود. حبيبتي. تبدين بحالة ممتازة، هل كنت فتاة مطيعة؟ رائعة. انظري، إنها أختك سحر يا خلود. خلود، 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 أختك يا خلود. هذه أختك وليست دمية يا ابنتي. خلود. ما بها؟ لم تكن خلود تستطيع فهم تلك الصغيرة التي حرمتها فجأة من أمها. مسكينة خلود، لا تعرف كيف تعبر عن ذلك. كانت تظن أن هذه الطفلة دخيلة بينها وبين أمها، وكانت تغار من أختها دون أن تعرف لماذا. كانت غاضبة منها كثيرا، ولم تكن تستطيع فعل شيء أمام هذا كله. خلود، لا اتركي القفص، اتركي القفص، انه خطير. لا لا خلود، ارجوك لا لا. ماذا سنفعل الآن؟ إنها تبذل كل جهدها حتى تتأقلم في هذه الحياة. خلود تحاول أن تفرض نفسها حتى نشعر بألمها. يا إلهي، ادخلي، ستمرضين إذا خرجت في هذا الجو الماطر يا خلود. اجلسي، سأحضر لك ثيابا لكي تبدلي ملابسك، انتظري هنا. يجب أن أوليك مزيدا من الاهتمام، أنا آسفة، إنها غلطتي، تركتها وحدها. يكفي كلاما الآن، أرجوك يا بسمة عالجيها. حاضر. كان
يجب أن أرغبها باهتمام أكبر. رنا لا تبكي رجاء، إنه من المستحيل أن يقوم الجميع بحماية خلود وللأبد. يجب عليها أن تتعلم كيف تحمي نفسها، فهذا أفضل لها. كيف؟ أخبرني. الله أعلم، لكن لا نستطيع أبدا أن نتركها هكذا، إن ذلك ينغص حياتها كلها. حان الوقت الآن لأن تتعلم كيف تعتمد على نفسها. يجب أن نجد حلا لهذه المشكلة، وأرى بأنه من الأفضل أن نبحث عن طبيب بأي ثمن. مسكينة خلود، لقد أدركت أنها لن تستطيع أن تكون عادية مثل بقية البشر، لأنها لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، وأدركت أنها لولا الله ثم مساعدة الآخرين لانتهت، فقررت أن تتعلم الكلام. ماذا تقول في الإمارات؟ نعم، أحضرت معي عنوان الطبيب الذي سنذهب إليه بإذن الله، حددت معه موعدا أيضا، ويقال بأن الطبيب سلطان يستطيع معالجة أي نوع من أمراض العيون بإذن الله تعالى. بأمان الله يا خلود، أرجو من الله أن تعودي إلينا معافاة سليمة. كان من الممكن أن يعود إليها بصرها، لقد كانت هذه فرصتها الأخيرة، وقد يكون لدى أبويها أمل في الشفاء، لكن بالنسبة لها كانت أول مرة تقوم فيها برحلة في القطار. لقد كانت رحلة طويلة لكنها فرحت بها كثيرا. خذي هذا لك، العبي به. ماذا يا دكتور؟ خيرا؟ آسف سيد كرم، الفحص يثبت أن عينيها لن تشفيا أبدا. ماذا؟ تحلي بالصبر، بارك الله فيك. انتظر أرجوك سيد كرم، أنا آسف لعدم قدرتي على مساعدتكم، لكنني أستطيع مساعدة خلود، وذلك بتنوير عقلها. ماذا تعني يا دكتور؟ إنني أعني تعليمها سيد كرام. كيف يكون ذلك مع فتاة مثل خلود؟ أخبرني. عليك أن تقابل الدكتور سلمان، إنه مشهور بطبيعة الأصوات. ماذا؟ الدكتور سلمان؟ الدكتور سلمان كان مشهورا منذ زمن، إنه عالم في علم الأصوات، ولا أدري كيف سيعالج ابنتي خلود. اللهم أنت ولي وأنت نصيري، اللهم يا قاضي الحاجات اقض لي حاجتي، اللهم لا ملجأ إلا إليك، اللهم أنت الشافي والمعافي، فاجعل لابنتي خلود من لدنك شفاء قريبا يا رب. لديكم ابنة رائعة ما شاء الله، إنها تتمتع بروح الدعابة، وهذا هام جدا في حالتها. ابنتك لديها القدرة على الإبصار،
ولكن دكتور سلمان إن عدم قدرتها على الإبصار طوال حياتها لم يتغير بعد. أهم شيء لدى الإنسان في الحياة هو أن يستعين بالله عند الشدائد، وابنتك لديها القدرة على التعلم. هناك العديد من الناس لديهم أعين مفتوحة لكن ضمائرهم مقفلة بكل أسف. نعم لقد فهمتك جيدا، وأرجوك أن توصي لنا بمدرس جيد يا دكتور من أجل تعليم ابنتي خلود. نعم نعم. كان ذلك أهم يوم في حياتها، حيث بدأت نقطة التحول عندما قدمت إلى بيتها المعلمة نورة التي ستقودها إلى عالم النور. لقد انتظرتها طويلا واعتبرتها فرصتها الأخيرة في الخروج مما هي فيه، فرصتها لفهم العالم الآخر. لقد كانت تعلم أن هناك شيئا يحدث في ذلك اليوم، فهي تحس بالعالم الذي حولها، وخرجت بإحساسها أن هناك زوارا. طفلتي خلود، هذه معلمتك نورة. كيف حالك؟ أنا اسمي نورة. لا تقاومي، اهدئي. سأبقى معك دائما، صدقيني. سوف أساعد هذه الطفلة المسكينة. أرجوك نورة، أرجوك لا تتركيها، فخلود تحتاجك كثيرا، إن قلبي يحترق لأجلها. خلود عزيزتي، رجاء اترك الحقيبة، توقفي، إنها حقيبة نورة. خلود، أنا آسفة، لقد ظنت أنها حقيبتي، فهي معتادة أن أحضر لها الهدايا. خلود، أحضرت لك معي لعبة. لا ليس الآن، عليك أن ترددي ورائي: لعبة لعبة لعبة. هيا هيا يا خلود، حاولي أن تكرري كلمة اللعبة على أصابع يدك: لعبة لعبة. هيا. خلود أرجوك اهدئي وكرري الكلمة. هيا لعبة. لا لا خلود اهدئي. هيا حذرة من فضلك، أنا قادم لإنزالك، لا تخافي يا ابنتي، لا تخاف. هل حقا طلبت البقاء مع خلود لوحدكما يا ابنتي؟ نعم، أمرها يهمني جدا، علي أن أجلس معها وحدي، يجب تهذيب سلوكها أولا. أنا لا أوافق على ذلك أبدا، علميها هنا
وهذا أفضل لنا جميعا يا نورة. لكن هذا لن يفيدها، ستحتاج خلود للمزيد من الرعاية، وأنا أريد تعليمها الاعتماد على النفس. لكنها لا تستطيع عمل شيء بنفسها، ذلك مستحيل يا نورة. يا إلهي، لذلك أريد أن أهذب سلوكها أولا، فهذا أهم شيء بالنسبة للإنسان. ما الذي تقولينه؟ انظر إليها، هل طريقتها في الأكل تعتبر صحيحة؟ ماذا؟ إن أردت مصلحة ابنتك فعليك أن توافقني حتى تساعدها. ماذا قلت؟ إنني أفهمك جيدا يا نورة. حليب، بيض، خبز. خذي يا سمر. انتقلت خلود والمعلمة نورة إلى بيت قريب وظلتا وحدهما لمدة أسبوعين. كانت مفاجأة للمعلمة نورة عندما رأت سلوك خلود الصعب، لذا قررت أن يعتمد كل واحد في البيت على نفسه، وكان هذا فعلا ما حصل للعائلة كلها. إنه أسلوب جديد من أجل خلود ولمساعدتها. في البداية ظنت خلود أن تمارين الأصابع مجرد لعبة، فقد كانت مسلية جدا وأحبتها كثيرا. لم تكن تعرف معناها، لكنها ظلت تتذكر بعض الكلمات التي تعلمتها من خلال حركة الفم. عمتي نورة، العشاء جاهز. لا حاولي أن تستخدم الملعقة. لا، انهضي خلود، أحضري ملعقة الطعام. هيا 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 هيا. هيا أمسك الملعقة. يا الله، كرهت خلود معلمتها لأنها تزعجها وتفرض عليها ما تريد. لم تعرف لماذا لم تكن تستطيع فعل ما تريد، كانت تشعر بقيود تربطها. ومع مرور الأيام صارت تشتاق لبيتها، كانت تريد العودة إلى والديها اللذين افتقدتهما كثيرا. خلود، كلا، اهدئي. خلود، أعيريني لعبتك. والآن أريدك أن ترددي ورائي ما أقوله لك. هاتان لعبتان، هيا قوليها، هاتان. هدئي هدئي، هاتان. هاتان لعبتان، هاتان لعبتان، هاتان لعبتان، هاتان لعبتان. توقفي. توقفي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. خلود، خلود حبيبتي، خلود، لقد أصابك الهزال. لقد قررت أن تتوقفي عن تعليم خلود يا نورة، سنأخذها معنا إلى البيت الآن. ما هو السبب يا عم كرم؟ إنك تمارسين ضغطا عليها لتصبح مطيعة لأوامرك. هذا صحيح، أنت محق، ربما ضغطت على خلود، لكنني كنت أريد أن أنمي لديها الإحساس بقيمتها وبأهمية الآخرين. إن خلود لا تتقبل التعامل معك يا نورة. ما زلنا في بداية الطريق. كل ما أريده هو أن تشفى ابنتي، لكنني خائف من الأسلوب الذي تتبعينه في تعليمها. أعطني فرصة فقط، أنا متأكدة أنها ستتعلم، فابنتك ذكية. أنت شابة وليس لديك أي خبرة في التعليم. ابنتي خلود سترجع إلى البيت، فهي لم تتعلم شيئا منك. عم كرم، أنا كنت مصابة بالعمى أيضا، وتعلمت في مدرسة رعاية المكفوفين مدة 6 سنوات. هيا. أنا أفهم شعورها. هيا بنا. عن إذنك يا نورة. خلود، وهكذا بدأت تحب الطفلة خلود المعلمة نورة دون أن تعرف، ربما لأنها علمتها أشياء مهمة بالنسبة لها. في ذلك اليوم خرجت من الظلام القاتم إلى عالم مضيء، وفي ذلك اليوم وجدت بعض ما أعاد لها بعض الأماني التي كادت أن تفقدها. ماء، ماء، ماء. لكنني خائف من الأسلوب الذي تتبعينه في تعليمها. خلود سترجع معنا إلى البيت. عندما شعرت بأن شيئا باردا يسيل على يديها، تذكرت كلمة ماء وتجددت روحها وتعلقت بأمل جديد للاستمرار في الحياة. كلمة ماء البسيطة فتحت أمامها أبواب عالم جديد، وتذكرت كل اللحظات السعيدة التي قضتها مع عائلتها قبل مرضها. عم كرم لقد تكلمت. الحمد لله.
تريد أن تتهجأ كلمة أمي. الحمد والشكر لك يا رب. سمعت؟ نعم وفهمتها يا نورة، فهمت تماما، إنها تناديني بكلمة أبي. بارك الله فيك يا نورة، أكثر الله من أمثالك، لكن لدي طلب آخر. أريدك أن تعلميها كلمة مهمة، أرجوك علميها كلمة مدرسة، من خلالها ستعرف وتتعلم كل شيء. من فضلك يا نورة. افعلي أرجوك يا نورة. بالتأكيد. مدرسة، مدرسة. خلود قليها مدرسة، إنها أهم شيء بالنسبة لك. لقد بدأت خلود تساعد المعلمة نورة في أعمال المنزل. خلود؟ ندمت خلود كثيرا لأنها كسرت لعبتها التي أحبتها، وندمت كذلك على أسلوبها الذي جعل معلمتها نورة تغضب منها. خلود أنت تبكين؟ تعلمت كذلك من معلمتها نورة أن هناك ربا في السماء، وهو الذي خلق هذا الكون. لقد تعلمت كلمة الله وشمس وشجر وغيوم وسحاب، كذلك تعلمت كلمة زهور وكلمة ربيع، وأصبحت تعرف الكثير من الأشياء بواسطة ملمسها وبواسطة الشم أيضا. بدأت نورة تعلمها كيفية القراءة. ولأنها أحبت معلمتها كثيرا، فقد أصبحت تتقن القراءة والكتابة بسرعة كبيرة بطريقة بريل. كان كل ذلك بجهد فردي من معلمتها التي أحبتها أيضا وجعلتها تخرج إلى النور. أدركت أنها قد ترى بنور بصيرتها وتسمع بقلبها، وتمنت أن تتحدث وتقول الله، بابا، ماما، مدرسة، وكثيرا من الكلمات المهمة في بداية حياة كل إنسان. هل تستطيع خلود الكلام الآن يا نورة؟ هل ما أسمعه صحيح؟ وبإذن الله تعالى ستتعلم مع الفتيات التي يعانين مثلها من مشاكل النطق، وخلود تستطيع ذلك إن شاء الله. يا رب ساعدها. لحظة من فضلك أرجوك. أصيبت خلود بالصمم منذ زمن بعيد، ولم تكن تنطق سوى بعض الكلمات، مثلها مثل أي طفل صغير، لذلك سيكون من الصعب تعليمها الكلام بسهولة. أعطيها فرصة. لا أريدها أن تفشل يا نورة في نطق الكلام بعد كل هذه المعاناة والتدريب الشاق الذي قمت به. آسفة لتدخلي يا عم كرم، لكنها تريد أن تتكلم بإصرار كبير، وأنا واثقة بأنها ستنجح بإذن الله. أعطيها فرصة، دعها تحاول، لا تضيع الفرصة عليها أرجوك يا عم كرم. إنني أقدر شعورك يا ابنتي، فكلامك دخل قلبي. حقا؟
بعد ذلك قررت العائلة أن تقوم بزيارة مدرسة المدينة. بارك الله فيك وجزاك كل خير. لم تكن خلود تتوقع أن تتولى مديرة المدرسة بنفسها تعليمها، لقد كانت بداية رائعة. وفي نفس اليوم بدأ الدرس الأول. وعندما حل الظلام جلست خلود ومعلمتها تراجعان الدروس معا. نار 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 نار، رددي ورائي، نار نار. يوما بعد يوم بدأت الدروس تزداد تعقيدا، وأصبحت خلود تستخدم أصابع يديها وتتحسس مخارج الحروف بلمس عنق مديرة المدرسة، وهذا سهل عليها ما كانت تقوله. لقد كانت أياما صعبة جدا. باب 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 باب. اسمي خلود، اسمي خلود. ما بك؟ هيا قولي. اسمي خلود. لقد حاولت خلود الصغيرة النطق بمساعدة نورة ومديرة المدرسة، لكنها لم تستوعب جيدا بعض تمارين النطق، ومع هذا لم تمل مديرة المدرسة ذلك ولا نور مدرستها، لكن خلود شعرت بالملل شيئا فشيئا. نهار 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 نهار. هيا خلود. ما الأمر؟ كنت قلقة جدا، أنا أحلم بها دائما، لقد أصبحت نحيلة. هل من الضروري أن تتعلم كل هذه الدروس الشاقة؟ هذا أهم وقت بالنسبة لخلود، اصبري. مسكين ابنتي، لقد قررت أن أخذها إلى البيت. أرجوك لا تضيع الفرصة عليها، خلود تتحسن تدريجيا. نورا، هل أستطيع رؤيتها هذه المرة فقط؟ أريد أن أساعدها وأشجعها لكي تستمر، ما رأيك بهذه الفكرة؟ أنا أفهم شعورك، لكنها إذا رأتك سوف تفقد شجاعتها وحماسها. ما فائدة؟ من أجل مصلحة خلود، صدقيني. طائر جار 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 جار. جار جار. خلود 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 خلود، ما بك؟ افتحي الباب أرجوك، افتحي الباب، لا تستسلمي لليأس، هيا افتحي الباب لي. خلود خلود، أعرف بأنك مللت من تكرار نفس الكلام كل يوم، لكن فكري يا خلود، لقد بذلت
بذلت جهدا كبيرا في المدة الماضية، فلا تجعلي تعبك يذهب سدى. أرجوك يا خلود لا تعاندي، لا تجعليني أشعر بالخيبة وبأني فشلت في محاولاتي، فنجاحي مرتبط بنجاحك أنت، صدقيني. خلود افتحي الباب يا صغيرتي، افتحي. شمس 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 شمس. لقد نجحتي، نجحتي، قولي نجحت. نجحت، نعم نجحت، نجحت، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أخيرا جاء اليوم الذي ستعود فيه خلود إلى البيت لتخبر أبويها أن ليس من شيء على الله ببعيد، ولتزف لهما نجاحها الذي حققته بعون الله. خلود، بابا، ماما، أنا أحبك. ما تكلمت خلود حبيبتي؟ لقد نجحتي، الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله، قدر وما شاء فعل. لقد عادت خلود بذاكرتها إلى الوراء، فتذكرت تلك الأيام التي كانت تعاني فيها، وتذكرت كم كانت قاسية على مربيتها والآخرين، وتذكرت عندما احترق ثوبها، وكيف كانت تعامل معلمتها نورة بعنف.